مشاهدينا موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. بداية، عقدت اليوم السبت ندوة وطنية حول الإعلام الوطني في التصدي للحرب الإعلامية على الجزائر بقاعة المحاضرات لنيلسون مانديلا، كما تم توقيع اتفاقية إطار بين الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين وجامعة الجزائر 3، وهذا بحضور قامة من الدكاترة وأعمدة من الإعلاميين وكذا الطلبة الجامعيين. وكللت الندوة بمناقشة معرفية غنية وتكريمات. المزيد من التفاصيل في الورقة التالية. بطبيعة الحال هي مزاوجة بين الإعلام والتاريخ وبين الإعلام والذاكرة، ونحن نحيي اليوم العالمي للصحافة وحرية التعبير، وفي نفس الوقت نحيي اليوم الوطني للذاكرة ونعيش ما يسمى بأسبوع الذاكرة الوطنية. إضافة إلى بوابة على شبكة الأنترنت باللغتين العربية والفرنسية، مدعمة بالبث الحي لجميع القنوات والإذاعات الموضوعاتية والجهوية، وبفضل هذا الجهد أو الجهد الذي قامت به مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، تم القضاء على عديد مناطق الظل عبر الوطن، حيث تصل الإذاعة الجزائرية إلى المواطن في المناطق النائية عبر الأثير وعبر فرقه الإذاعية، خاصة الإذاعات الجهوية الجوارية القريبة من المواطن التي تعكس وتنقل انشغالاته وتطلعاته اليومية. الفرنسيون جندا والمعمرون يجبرون كل معتقل على تقديم تحية للعلم الفرنسي، أحرقوا الجزائريين أحياء وأجبروهم على حفر قبورهم يفرقوا بين رجل وامرأة شيخ. القادمة التي تقام ضد الجزائر مش نواجهها، مش بالكلام العام، مش بالتهديد، مش بالأمنية الإسرائيلية قاعدة تلعب، احنا تعرف بين ضعف نواجهها أولين. الجزائر حاليا هي تواجه حرب إعلامية إلكترونية غير مسبوقة، يلخص الأعداء ونسمي الأسماء بمسمياتها. بصفتي لست مسؤولا ولست إداريا، يعني سأكون مباشر، ما أسميهم أنا بمحور الشر الثلاث هما إسرائيل والمغرب وفرنسا. لماذا إسرائيل ولماذا المغرب ولماذا فرنسا؟ وفي نفس السياق، احتفل المتحف المركزي للجيش اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لليوم الوطني للذاكرة تحت شعار 8 مايو، محطة تاريخية للذكرى والتحدي. وكان الاحتفال تحت إشراف اللواء مدير الاتصال والإعلام والتوجيه بأركان الجيش الوطني الشعبي. وفي موضوع آخر، صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمن بومبوزيد اليوم السبت أن الجزائر مرت بفترة صعبة، وشدد على ضرورة التفكير بطريقة إيجابية للنهوض بمستقبل زاهر وخلق قفزة في العصرنة. وكما أنهى زيارته الميدانية لليوم الثاني لولاية بشار بتفقده مشروع إعادة ترميم وتأهيل العيادة المتعددة الخدمات لقناتسة. مشاهدينا، ختام الموجز، إلى اللقاء.